عقب استهداف لقرى ومزارع مواطنين وإصابة طفل برصاص قناص. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه تم رصد مصادر لنيران بقايا جبهة الميليشيات الحوثية المتمركزة في جبهة الحسينية لحظة استهدافها بأعيرة نارية مختلفة لقرى المزاريق في منطقة الجاحة التابعة لمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة، أسفرت عن إصابة طفل فيما أثارت الهلع لدى الأهالي. وأضاف أن وحدة المهام الخاصة تتبعت تحركات لقيادي ميداني أشرف على استهداف قرى المرازيق. ووزع الإعلام العسكري مقطع فيديو يوثق لحظة تتبع القيادي ومصرعه، وكان 4 من القناصين الحوثيين لقوا مصرعهم شرق الجاح الأيام القليلة الماضية. ضرب ثاني. خلص 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 في راقب.